في كل مرة نرى الظلم ولا نحرك ساكنا فنحن نربي أنفسنا على الرضوخ. من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم. يوم المظلوم على الظالم أشد وطأة من يوم الظالم على المظلوم. قد يرفع الله الظالم ليس حبا له وإنما ليسقطه من علو. احذر من الظلم فإن عاقبته وخيمة، والله في كتابه يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان السلف يتواعظون بهذه الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشي مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. أيها المظلوم صبرا، قد سئمت العيش قهرا، لن يدوم الظلم ظهرا، لن تعيش المر عمرا، إن بعد العسر يسرا. في الحياة لا بد أن يأتي على الظالم يوما يكون فيه أكثر تعاسة وألما من المظلوم نفسه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدرة إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا رأيت الظالم مستمرا في ظلمه فعرف أن نهايته محتومة، وإذا رأيت المظلوم مستمرا في مقاومته فاعرف أن انتصاره محتوم. عن علي